أطلقت الشركة العامة للكهرباء حملة واسعة لقطع توصيلات الكهرباء المخالفة في شفارة. وبحسب الحساب الرسمي للشركة، تهدف الحملة لقطع التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الديون المتراكمة، وذلك منذ فترة على أصحاب المحلات الصناعية والتجارية والمساكن. التنسيق ما بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربية أو بالأحرى فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربية في شفارة ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية داخل منطقة شفارة، وذلك لمحاولة القضاء على التوصيلات الغير شرعية في الشبكة العامة للكهرباء وجباية ديون الشركة العامة للكهرباء اللي الحقيقة الشركة العامة للكهرباء محتاجة لها للرفع من خدماتها وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.